السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي إن شاء الله تكون الفيديوهات اللي عم نقدم لكم إياها عم تستفادوا منها، وعم يكون الشرح بسيط وعم توصلوا للهدف يلي بدكم إياه. حبايبي الفيديو اليوم رح نحكي عن موضوع تعبئة الطلب تبع لم الشمل. يعني شخص بده يعمل لم شمل وزوجته أو الزوج موجود بسوريا أو ببلد تاني وبده يقدم على طلب لم شمل، فهي بحاجة أو هو بحاجة لطلب أنه يعبيه مشان وقت يروح يقدم الوراق ويقدم طلب لم الشمل بالسفارة يكون موجود وجاهز معه هذا الطلب. هلأ رح أورجيكم كيف منعبي الطلب كلياته مع بعض، وبنفس الوقت رح أورجيكم كيف بتنزلوا الطلب يلي مو موجود عنده هذا الطلب مشان يطبعوه بعدين يعبوه. تمام حبايبي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك لحتى نستمر أكثر وأكثر. يلا خلينا نبلش. هلا أول شغلة رح أورجيكم كيف تقدروا تنزلوا الملف تبع الاستمارة تبع الطلب. هلا إذا بكون تفوتوا تنزلوها هو صعب كتير صراحة، فأنا رح أحط لكم رابط عندي بالوصف وكتب لكم عليه، فوتوا على هذا الرابط بنزلكم ملف PDF اللي هو طلب الاستمارة تبع تقديم لم الشمل. تمام، بس رح أورجيكم كيف رح يصير عندكم عشان ما تقولوا إنه هذا الزلمة عم يضحك علينا. تمام، بس تضغطوا على الرابط يلي رح أحط لكم إياه بالوصف رح يطلع لكم هيك، رح يفتح عندي هيك صفحة شايفين. بس تفرجوا شو نزل عندي فوق، في إشارة صح، شايفين إشارة الصح؟ هي إشارة الصح إنه هذا الملف نزل عندكم ملف PDF. تمام، رح يطلع لكم هاي الصفحة البيضاء، فأنتوا حتشوفوا الصفحة البيضاء إنه شو عم حتقولوا إنه يعني شلون يعني ما عم يشتغل الرابط. فأنا شرحت لكم هذا الشيء مشان تعرفوا إنه الرابط عم ينزل. نزلوا هاي اللي فوق إشارة تبع الموبايل عندكم، بتلاقوا هون نزل لكم اكتمل التنزيل. بنفتح على الملف، يعطينا إنه بنفتحه على ملف PDF الأدوبي أكروبات، نفتح عليه. أي هي الملف شايفينه، هذا الملف اللي كنا بكون نزلناه نحن وأمورنا صارت بالسليم. هلا خلينا نبلش نعبي الطلب مع بعض. تمام يا جماعة، مثل ما كنتم شايفين عندي هون هي الطلب، هلا طلب الحصول على تأشيرة وطنية. حنبلش نحن ورح أحكي بسرعة مشان ما نطول عليكم الفيديو. عنا هون أول شيء مكتوب نعمة فاميليا النعمة اللي هو اللقب العائلي، اسم العائلة بتحطوا اسم العائلة. عنا يلي تحت فور نعمة الاسم الأول، تمام، اسم محمد عمر ماجد يلي هو تحطوا الاسم هيك. تحت عنا جيبورتس أورت، وين بأي مدينة أنت ولدان أو أنت ولدانة، منحط المدينة مثلا هون دمسكوس اللي هي دمشق. تحت عنا الجنسية، الجنسية الحالية منحط جنسيتك سوري مصري لبناني عراقي يلي هو منحط الجنسية هون. عنا هون اللقب اللي هو فخوة فاميليا النعمة، يعني شو الاسم اللي بيلقبوك فيه بالعائلة، منحط هون الاسم العائلة اللي هو تبعك. يلي تحتها جيبورتسلاند، وين ولدان بأي مدينة، شو المدينة اللي ولدان فيها، بتحط اسم المدينة اللي انت ولدان فيها. عنا تحت هون كمان حاطي لك فخوة شتاتس انجهوركايت، تمام، اللي هو جنسيات سابقة، انه اذا في عندك جنسية تانية، في جنسية تانية انت موجودة عندك، فهو ما بنكتب شيء بنخليها فاضي. ننزل لتحت عندك هون فاميلينشتاند، الحالة الاجتماعية متزوج اعزاب، طبعا اكيد اللي عم يعمل هذا الطلب هو متزوج، فرح نحط هون على اشارة متزوج. تمام، وقالي لك هون منذ متى، من اي سنة، 2010 2020 30 اللي هو، ونحط هون اي سنة. هون تحت اقتران مدني منذ، هذا ما لنا فيه هون، اذا لا سمح الله حدا مثلا مطلق، انه اذا مطلق من امتى مطلق، اي تاريخ طلقت. هون تحت اذا ارمل او ارمله مثلا، من امتى مثلا ارمل او ارمله، بنحط التاريخ هون. فنحن ما لنا، بنحط على متزوج. هون كمان بنحط الجشلكت اللي هو ذكر او انثى يعني قدم الطلب. هي طبعا عم نحكي المعلومات للشخص اللي بده يروح يعمل مقابله بالسفاره، مو الشخص اللي بألمانيا اللي عم يعمل دعوة، لا، هي معلومات الشخص اللي رايح على السفارة مشان يعمل مقابلة ويطلع على ألمانيا. طيب نكمل على اللي بعدها.
عنا هون شو الوثيقة اللي معك، نوع الوثيقة اللي موجودة معك، نحط لهم جواز سفر، جواز سفر الخدمة اللي هو شو الوثيقة اللي معك، بتحط عليها إشارة هون تحت عم يقول لك رقم وثيقة السفر، رقم الجواز، قديش رقم الجواز السفر، في له رقم بتلاقوه موجود على الجواز، بنحط الرقم هون. هون تاريخ الإصدار، إمتى معكم الجواز وإمتى بينتهي، إنه هون قلتش بس إنه تاريخ الانتهاء. وجهة الإصدار، جهة الإصدار من وين، من أي بلد هذا الجواز. هون تحت حاطين لك رقم تصريح الإقامة أو وثيقة أخرى مماثلة. كيف يعني؟ يعني مثلا يلي عم يقدموا طلب مشان لم الشمل، العائلة مثلا موجودة بتركيا ومحن مثلا إقامة بتركيا، فإذا محن إقامة بتركيا غير الإقامة السورية يحطوا رقم الإقامة التركية اللي موجود هون، ما محن أي إثبات تاني أو أي شيء يظلون على يخلوه فاضي هون ما بيحطوا شيء. صالح حتى ما إنه لإمتى، إذا معكم بتحطوا لإمتى موجود التاريخ، وإذا ما معكم ما بتعبوها. منروح على اللي تحت، العنوان الحالي وبيانات التواصل. العنوان، وين عنوانكم؟ إذا كنتوا بسوريا تكتبوا هون اسم الشارع، شو اسم الشارع، وقديش رقم البناية، قديش رقم البناء، هون الرمز البريدي للمكان. طبعا اللي بسوريا أو بالبلاد العربية ما بيعرفوا شو الرمز البريدي تبع المنطقة تبعهم، بإمكانكم تفوتوا على جوجل وتكتبوا الرمز البريدي مثلا لمنطقة دمشق مثلا، أنا حط دمشق، تمام؟ وين اسم المنطقة تبعكم أنتوا بتكتبوها، إذا في رقم بريد بيعطيكم إياه بتحطوه، ما في خلاص ما بتخلوه عادي ما في مشكلة. عندكم هون عنوان البريد الإلكتروني، هذا كتير مهم، جدا مهم، يعني هذا العنوان البريد لازم تركزوا فيه، بتكتبوه صح لأنه حيصير التواصل كله عن طريقه. تحطوا هون عنوان البريد، رقم الهاتف، إذا في رقم هاتف أرضي بتحطوا رقم هاتف أرضي. عنا هون رقم الهاتف الخليوي، إذا في رقم محمول طبعا جوال كمان بتحطوا رقم المحمول. بنروح على الصفحة يلي بعدها. هلأ كاتبين هون بيانات حول زوج أو زوجة، المتقدمة أو متقدم بالطلب، أو الشريك أو الشريكة، حياتها أو حياته. يعني هذا المعلومات اللي بدنا نحطها هون هلأ بهذا رقم 2، المعلومات بنحطها معلومات الشخص يلي موجود بألمانيا الشريك، تمام؟ يعني حطينا فوق مثلا معلومات الزوجة، تحت بنحط هلأ معلومات الزوج يلي موجود بألمانيا يلي هو عم يعمل لم الشمل، الشريك، تمام؟ هلا هون بنحط نفس الشيء كمان فوق، الفاميليا النامه فوق اول شيء، بعدين الاسم الاول، تاريخ الميلاد، شو جنسيته، الاقامه، وين مقيم، هلا هون وين مقيم، بنحط نسال الزوج او الزوجه بالمانيا، شو العنوان تبعكم، بتحطوا هون العنوان كله كامل، تمام؟ بالنسبه لموضوع الشخص اللي موجود بالمانيا. عنا هون اللقب كمان بنحط اسم العائلة، عنا هون جيبورت ستاتوم كمان تاريخ ميلاده، قديش تاريخ الميلاد، تحت جيبورتسلاند وين ولدان بأي مدينة، وتحت إذا في عنده جنسيات تانية أو أمور تانية. ماشي، ننزل على اللي رقم 3. هلأ عنا هون رقم 3 بيانات حول الأطفال، هون بيانات حول الأطفال، يعني إذا الشخص عم يعمل دعوة لزوجته ومعها أطفال مثلا موجودين بسوريا، هون بتحطوا أسماء الأطفال، هون حاطين لكم اللقب العائلي، اسم العائلة، الاسم الأول للطفل شو اسمه مثلا، بنحط اسمه هون ذكر أو أنثى، تاريخ ميلاده، جنسيته، ومحل الإقامة، وين مقيم بسوريا أو بالبلد اللي انتوا عم تقدموا منه لم الشمل. هون ولد 2 3 4، كم ولد موجود بتحطوا هون، بتعبوا الخانات كلياتها، لكل ولد بتعبوا له خانة. منروح على رقم 4. رقم 4 بيانات حول والد ووالد المتقدم بالطلب، هون معلومات عن الزوجة اللي رايحة تعمل مقابلة بالسفارة، يعني الزوجة اللي رايحة تعمل مقابلة بالسفارة بدهم معلومات عنها، شو المعلومات اللي بدهم اياها، طالبين هون اسم الأب واسم الأم، شايفين الأب والأم، نحط هون اسم العائلة تبع الأم والأب، وهون نحط الاسم الأول كمان للأب والأم، وعندنا هون تاريخ ميلادهم والجنسية وين مقيمين. ماشي، نروح على يلي بعدها. عندنا رقم 5،
هل سبق وسافرتم إلى جمهورية ألمانيا اتحادية من قبل؟ هون الشخص اللي رايح يعمل مقابلة بألمانيا عم يسألوه إنه أنتوا سافرتوا قبل هالمرة على ألمانيا؟ إذا سافرتوا بتحطوا له من إلى وين أقمتوا؟ تمام؟ يلي ما له مسافر طبعاً اللي طالع أول مرة ما بيخليها هي فاضي ما بتقربوا عليها. عنا رقم 6، المكان المعتزم والإقامة فيه في ألمانيا. المكان عند الزوج بألمانيا، حاطيكم هون غرفة منفردة أو فونونج ميت، غرفة غرفتين ثلاثة، شقة تحتوي على يعني شو اللي عندكم موجود، بتحطوا المعلومات هون. إذا شقة من غرفتين بتحطوا غرفتين أو ثلاثة، غرفة منفردة بتحطوا غرفة منفردة، شو اللي موجود عندكم بتحطون. إذا ما عندكم شيء موجود هون من الخيارات بتحطوا نوع إقامة آخر إنه شيء تاني. نروح على رقم 7، هل تعتزمون الاحتفاظ بمكان إقامة دائمة خارج جمهورية ألمانيا الاتحادية؟ طبعا هون نحن بنحط له إجابة نعم، إنه نحن بدنا نضل موجودين بألمانيا لأن نحن طالعين لم شمل، بدنا نضل قاعدين سنة 2 3 10 ما بنعرف الله أعلم، فبنحط له يا نعم. عندنا رقم 8، هل يعتزم سفر أفراد آخرين مع العائلة معكم؟ يعني في حدا بده يسافر مع الزوجة رايحة هي على ألمانيا، في حدا رح يسافر معها؟ طبعا إذا في أولاد بنحط لهم نعم، إذا ما في معها حدا طالعة بس لحالها لوحدة بنحط لهم لا. نروح على رقم 9، هدف الإقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. الهدف عنا هون لكم بنحط لهم الشمل العائلي، بنحط إشارة صح على لم الشمل العائلي. بنروح على رقم 10، المراجع في ألمانيا مثلا صاحب العمل مؤسسة دراسة الأقارب. هلا هون يلي طالع لم شمل، فما عنده صاحب عمل ولا عنده هاي القصص كلياتها. هي بإمكاننا نحن هون نكتب شو اسم الزوج أو الزوجة اللي عاملة دعوة من ألمانيا، الشخص اللي بألمانيا بنحط اسمه هون، إن كان زوج أو زوجة حط عنوانه الكامل وهالأمور كلياتها هون. تمام، نروح على رقم 11، المهنة التي درستموها والتي تمارسونها إذا كانت مختلفة. هلا المهنة إذا كان الزوج أو الزوج طالعين مثلا في عندهم مهنة، بنحط شو المهنة تبع هون اللي مارسوها ببلدهم. إذا كانت الزوجة مثلا ما عندها شغل، هي مثلا إنه زوجة بس للبيت وما عنده شغل، فمنحط هون هاوس فراو اللي هي ربة منزل. تمام، منروح على رقم 12، مدة الإقامة المعتزم في جمهورية ألمانيا الاتحادية. هون كمان لا تكتبوا شيء لأنه أنتوا طالعين لم شمل، ما بتعرفوا من أمتى لأمتى رح نضلوا قاعدين، فبتخلوها هيك ما بتكتبوا فيها أي شيء. رقم 13، ما هي مصادر دخلكم خلال الإقامة في ألمانيا؟ كمان هي ما بتكتبوا عليها شيء لأنه هي حتكون أنتوا عم تعملوا لم شمل، وهذا لم الشمل على حساب الدولة رح يكون. تمام، إلا إذا كان صاحب الدعوة عم يعمل لم شمل بس هو عنده شغل عم يصرف على حاله، هو رح يصرف على عيلته. إذا كان عنده دخل خاص بحط إنه في عنده دخل خاص، بحط إنه شو شغلته شو عم يشتغل ودخل خاص. منروح على، هل يوجد تأمين صحي يغطي إقامتك في ألمانيا؟ أنتوا طبعا هون بتحطوا لهم نعم. ليش؟ إنه حتروحوا على السفارة، من ضمن الشروط إذا وافقوا لكم رح يقول لكم جيبوا لنا التأمين الصحي مشان تاخذوا الفيز وتطلعوا. فأنت حتعمل ساعتها الشخص موجود بألمانيا رح يعمل تأمين صحي ويبعث لزوجته أو للزوجة تبعت لزوجها إنه هي التأمين الصحي، بروحوا بيقدموه معهم فبتحطوا نعم. عنا رقم 14، هل تم الحكم عليكم من قبل لا سمح الله؟ إنه في حدا هون مثلا الشخص اللي عم يقدم هلا رايح بيقدم مقابلة بالسفارة بلبنان، كان في عليه مشاكل؟ إذا في عليه مشاكل هون حاطين لك متى وأين، سبب العقوبة، نوع العقوبة ومدتها. إذا في عقوبة بحطوا متى وأين وشو السبب وشو نوعها، وهون حاطين تحت كمان نفس الشيء للاثنين. فإذا نعم بتقولوا له نعم بتحطوا الأسباب، إذا لا بتحطوا لا. عنا رقم 15، هل سبق وتم طردكم أو ترحيلكم من جمهورية ألمانيا الاتحادية من قبل أو تم رفض طلبكم للحصول على تصريح إقامة أو تم رفض دخولكم إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية؟ إذا كان الشخص، بس طبعا الشخص طالع أول مرة فما في هذا الشيء، فمتركوا هذا ما منقرب عليه. تحت عنا رقم 16،
هل تعانون من أحد الأمراض المذكورة في حاشية الصفحة؟ يرجى أيضا ذكر اشتباه المرض. يعني إذا في عندكم أمراض لك هون مكتوبة هون تحت رح كبر لكم إياها. إذا في عندكم أمراض لا سمح الله بعيد الشر، حدا عنده أمراض من هاي الأمراض اللي موجودة هون، بيقول لهم مثلا إنه موجود عنده هذا المرض، إن شاء الله ربنا ما بيضر حدا بإذن الله. آخر شيء عنا هون تعليمات بموجب البند 8 من الفقرة 2 مادة 54 ارتباط مع المادة 53 من القانون الإقامة الألمانية. يمكن إبعاد أي أجنبي من ألمانيا إذا قام بالإدلاء ببيانات خاطئة أو غير كاملة بهدف الحصول على رخصة إقامة ألمانية أو تأشيرة فيزا شنغن. صاحب الطلب ملزم بالإدلاء بجميع البيانات حسب علمه وضمير. يعني هي معلومات هون إنه أنتوا اللي عم تقدموها، هي المعلومات كلها صحيحة ما فيها كذب وما فيها أي مشاكل بالنسبة لهذا الموضوع. آخر شيء، امتى مثلا انتم موعد المقابله تبعكم بالسفاره؟ لنفترض موعد المقابله بالسفاره ب1/6/2022، بتحطوا هون تاريخ يوم الموعد 1/6/2022 وبتوقعوا توقيع هون. هاي بالنسبه لتعبئه الطلب يلي بدكم تروحوا تقدموه بالسفاره. هلا يلي بيحب يعبي الطلب اونلاين وبعدين يطبعه طباعه عنده على الطابعه، اذا في عنده طابعه، انا فيني هلا اشرح لكم وورجيكم كيف تعبوا الطلب أونلاين. هو صعب شوي، الأفضل يكون طباعة، بس رح أشرح لكم أنا بسرعة وما منطول الفيديو، رح أورجيكم كيف. أنتوا ما في داعي تفوتوا على جوجل، تمام؟ لأنه أنا رح أحط لكم الرابط اللي بدخلكم على السفارة فوراً، بس أنا رح أورجيكم هلأ كيف على السريع. فوت على جوجل، أعمل له هون لصق، وهي فتنا على موقع السفارة. بعد ما فوت على موقع السفارة بنضغط على 3 خطوط اللي موجودين عنا هون. بعد ما نضغط عليهم نحط على الخدمات. بعد ما نفوت على الخدمات نحط على أول واحدة تقديم طلبات التأشيرات والسفر إلى ألمانيا. هون عم يقولوا لك في أول خيار وفي تاني خيار، نحط لهم على تاني خيار. هون عم يقولك للمقيمين بلبنان أو بسوريا، يعني خارج لبنان، بنقول له نحن بسوريا مثلا، يفتح لنا على هاي الصفحة. بننزل لتحت على آخر شيء هون في عنا وين هدول هون، حاطي لك اول خيار يقامة 90 يوم، انه بس 90 يوم. حاطي لك الخيار الثاني اللي هي اقامة طويلة الامد تفوق مدتها 90 يوم كحالات لم الشمل والدراسة واعادة السفر مثلا. نضغط على هذا السهم. بعد ما نضغط عليه بننزل لتحت، بنفوت على اول وحدة مثل ما لكم شايفين عنا هون، شايفين اول واحد اللي هو رقم واحد، القائمة رقم واحد، لم الشمل الى شخص مطلب به كلاجئ. نضغط على ملف البي دي اف، يقوم يفتح لنا على ملف البي دي اف. بس نفتح على ملف البي دي اف يطلع لنا هي الصفحة. بس يطلع لنا هي الصفحة نضغط على هي أول كلمة استمارة الطلب، شايفينها، نضغط عليها، نقول له بعدين هون open، نفتح عليه، هي فتح، شايفين. هلأ هون كل مين حابب يعبي الطلب أونلاين ويقدمه أونلاين وياخد رقم خصوصي للملف تبعه أونلاين، بتفوتوا هون بتعبوا الطلب أونلاين يلي حابب يعبي الطلب أونلاين. وأنا برأيي صراحة هذا صعب هذا الموضوع، لأنه في ناس حتعاني موضوع اللغة، ما اللغة والقصص كلياتها، فهون رح يكون الموضوع صعب، فمعنين عليه جماعة. فبس أنا قلت لكم هاي الطريقة، اللي بحب يعمل أونلاين اللي عنده خبرة بالموضوع فوت يعمل أونلاين ويساوي اللي بده إياه. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبتكم المعلومات واستفدتم من المعلومات. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا اللايك، عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.